الحمد لله القائل في كتابه العزيز: ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وكان صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله وخير الناس لأصحابه وخير الناس لأمته وخير الناس للناس أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. موضوعنا حول موضوع الصحبة وأثرها في بناء الشخصية وفي حياة الإنسان. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وبين لنا الفرق الكبير بين صحبة ورفقة الصالحين وبين الوقوع في الرفقة السيئة من شياطين الإنس. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فإن جلست إلى جانب حامل المسك فأنت بين أمرين أو بين أمور محددة: إما أن يهديك لصحبتك إياه، فإن أهداك مسكا وطيبا لأنه لا يبيع إلا مسكا ولا يملك إلا طيبا، وإما أن تشتري أنت فتشتري طيبا أيضا، وإما أن تشتم منه رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يؤذيك بصوته، صوت كيره، وإما أن يصيبك شيء من شرار ناره. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب بهذا التشبيه التمثيلي حال الجليس الصالح والصاحب الصالح ورفيق السوء أو صاحب السوء. وخير الناس من تذكرك بالله رؤيته وطلعته، بمجرد أن تراه تذكر أهل الله، لأن أهل الله كما في نص القرآن سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وليس المقصود بسيماهم تلك العلامة التي تجدها في جباه بعض الناس حتى وإن كانت دليلا على كثرة الصلاة،
إلا أن الأمر أبعد من ذلك، نور يلقيه الله في وجه المؤمن فيألف ويؤلف، تراه لأول مرة تظن أنك تعرفه لأعوام عديدة، فالمؤمن يألف ويؤلف، سهل هين لين، والكافر فظ غليظ لا يألف ولا يؤلف. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نلقى الناس بطلاقة الوجه، لا يحقرن أحدكم عملا من الخير ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. قال: السماء كئيبة وتجحم، قلت ابتسم يكفي التجخم في السماء. قال: الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مغنما طاك الكآبة جانبا وتبسما، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. والتشاؤم واليأس والتيئيس والإحباط والإكثار من شكوى الحال وإدخال الهموم على الناس ليس من الإسلام في شيء، فاليأس والتيئيس والإحباط والقنوط من رحمة الله كل ذلك مما لا علاقة له بالدين، بل مما حذر منه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ورب العزة يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك. مع من؟ مع من تجلس؟ المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم إلى من يخالل. رب العزة يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، لا تترك هؤلاء ولا تنصرف عنهم لا ببصرك ولا بقلبك، فهم أهل الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يوم القيامة يندم من صاحب أصدقاء السوء، ويوم يعض الظالم على يديه. قد يكون ظالما للناس وقد يكون ظالما لنفسه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. من اخذه الى سكة الهاوية وطريق الردى والهاوية يقول: يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكما أن في الجن أو من الجن شياطين، فمن الإنس أيضا شياطين، وشياطين الإنس ليسوا أقل إغواء من شياطين الجن، بل إن القرآن الكريم في التحذير قدم التحذير من شياطين الإنس على شياطين الجن، فقال سبحانه: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، ما يزينون به الباطل. وقدم لأن تأثير الرفيق السيء أشد من تأثير شياطين الجن، لأن شيطان الإنس يأخذك بحيله ويزين لك الأمر، ولا سيما من يأخذون إلى طريق الهدم أو التخريب أو المخدرات أو الإدمان أو الميسر أو الإسفاف أو الإفساد أو التخريب. وإذا أردت أن تعرف الصديق الصالح من الصديق السيء،
فكل من يأخذ بيدك إلى طاعة الله، إلى مرضاة الله، إلى الحفاظ على أداء الصلاة في وقتها، إلى بر، إلى حقوق الفقراء والمحتاجين، إلى عمل الخير، إلى إغاثة الملهوف، إلى نصرة المظلوم، إلى إطعام الجائع، إلى كساء العاري، إلى إيواء المشرد، إلى تزويج البنت الفقيرة أو الفقراء، كل من يأخذك إلى الرحمة، إلى البناء، إلى التعمير، إلى خدمة الأوطان، إلى مصلحة البلاد والعباد، جميع الفقهاء في كل زمان ومكان يؤكدون أنه حيث تكون مصالح البلاد والعباد فسمى شرع الله. فكل من يأخذك إلى مصلحة الخلق، إلى الصلح بين الناس، إلى إطعام الفقراء، إلى إغنائهم، إلى مساعدة المحتاجين، إلى عمارة المساجد، إلى بناء المدارس، إلى بناء المستشفيات، إلى الزراعة، إلى العمل، إلى الكد، إلى العرق، إلى التعب، إلى توفير فرص العمل، إلى أن تأكل بالحلال، إلى أن تعمل فتستغني عن الناس، كل من يأخذك إلى هذا الطريق يأخذك إلى طريق الرحمة والخير وإلى صحيح الأديان. وكل من يأخذك إلى التعالي والاستكبار والظلم والتخريب والهدم والفساد والإفساد، أو يجرك إلى طريق المخدرات والإدمان، أو إلى جانب الميسر، أو إلى جانب الفاحشة، فتأكد أنه شيطان من شياطين الإنس، وعليك أن تفر منه كما تفر من الشيطان. رب العزة يقول لنا جميعا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. من يستهزئ بشرع الله أو يتطاول عليه أو ينال منه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن جلستم إنكم إذا مثلهم. الساكت على المنكر شريك فيه، وهذا يؤكد أن الرضا بالفواحش فاحشة، وأن الرضا بالاستهزاء بدين الله مشاركة في الاستهزاء. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ويقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا على جانب الإيمان. ثم إن الإنسان الذي لا خير فيه لدينه، ولا خير فيه لوطنه، ولا خير فيه لنفسه، فلا خير فيه لصديقه. إذا كان الإنسان لا خير له في دينه ولا في وطنه ولا في نفسه، إنك لن تجني من الشوك العنب. ماذا تنتظر من مدمن أو لاعب ميسر أو يسير في طريق الفحشاء أو يسير مع الجماعات المتطرفة والمخربة والهدامة؟ إنك لن تجني من الشوك العنب مثل هذا، لا تجني منه إلا حنظلا كما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإنسان الذي لا دين له ولا خلق له ولا وطنية له، لا وفاء له ولا أمان له. الذي المحرك الأول للإنسان هو خوفه من الله، ومن خاف الله فأنت في أمان من التعامل معه، لأنه يراقب الله في حضورك وغيابك. وقد قال الشافعي رحمه الله:
إن الصديق الحق، إن الصديق الحق من كان معك، إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك. هل ترون هذا النوع قائما كثيرا أو أنه صار قليلا؟ من على استعداد أن يضر نفسه لصالح صديقه. إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان لماذا يفعل هذا؟ هو لله، يفعل هذا ابتغاء مرضات الله، ولا يفعلها إلا من كان مع الله. إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت نفسه فيك ليجمعك. إذا غاب لم تقل إن أحدا غاب عنك، ولكن تشعر أن جزءا منك ليس فيك. إذا غاب لم تقل إن أحدا غاب عنك، ولكن تشعر أن جزءا منك ليس فيك، فهو قطعة منك. هذا سيدنا رسول الله يقول في سيدنا أبي بكر وفي صحبته: إن أمن الناس. من الذي يتحدث؟ سيدنا رسول الله، يعرف الفضل لأهل الفضل. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. إن أمن الناس علي، على من؟ سيدنا رسول الله الذي يقول: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، قلتم كذبت؟ وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم مسلموا لي صاحبي؟ كان وفيا لصاحبه، وفيا لزوجه خديجة رضي الله عنها، التي وقفت إلى جانب رسول الله بمالها وكل ما تملك، وظل صلى الله عليه وسلم يحتفظ لها بوفائه: ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بنفسها ومالها، ورزقني منها الله الولد. وكان يكرم صديقاتها وصاحباتها إكراما لها. وعندما كانت امرأة عجوز تأتي ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم لها، فتسأله السيدة عائشة، يقول: يا عائشة، إنها كانت تأتينا على عهد خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. أسأل الله أن يرزقنا الوفاء، وأن يرزقنا الصحبة الصالحة، وأن ييسر أحوالنا. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. أختم بأمرين: الوفاء من شيم الكرم، والجليس الصالح وفي بما يملك وما يستطيع، وإن مالت عليه الدنيا ألف ميلة لا يملك إلا أن يكون وفيا. ولم يقف وفاء الصالحين والتابعين عند أصدقائهم، بل يضرب لنا سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب مثالا عاليا في الوفاء
ليس للصاحب فقط بل لصاحب والده. ومن بر الوالدين أن تبر أصحابهما ومن كان قريبا منهما. خرج سيدنا عبد الله بن عمر في سفر ومعه أحد أصحابه، فلقي أعرابيا فنزل من على دبته وأخذه وهش إليه وأحسن إليه وأعطاه. ثم ماذا أعطاه بعد ذلك؟ أعطاه دبته التي كان يركبها خاصة به. ثم ماذا؟ خلع عباءته وأعطاها للأعرابي. والعرب لا تخلع عباءتها إلا على عزيز. عندما يخلع العربي عباءته ويلقيها على إنسان، لا يلقيها إلا على إنسان عزيز شديد المعزة. ألقى سيدنا عبد الله بن عمر عباءته على الأعرابي، فقال له من كان معه: يا ابن عمر، إن هؤلاء الأعراب يردون باليسير، وقد أكثرت له عطاء وحملته على دبتك وخلعت عليه عباءتك، فما الذي حملك على هذا؟ فقال له: إن أبا هذا، أبا هذا الأعرابي، كان ودا لعمر بن الخطاب. إن أبا هذا، أبا هذا الأعرابي، كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر، إن من أبر البر من أعلاه ود الرجل أهل ود أبيه. من أفضل البر أن تود، أن تود أصدقاء والدك وأصدقاء والدتك وأن تكرمهم. هل فعل هذا عبد الله بن عمر انتظارا لعطاء او لمقابلة او هذه بتلك؟ لا والله، ليس الواصل بالمكافئ، الواصل من اذا قطع طاحمه وصلها. هذه هي الصحبة التي تدلك على الله وتتعامل معك لله لا لدنيا تصيبها. كما قال القائل وفي كلام الرافيع في النوع الآخر من الأصدقاء: إن هناك من الأصدقاء من يراوغك كما يراوغك الثعلب، ويماسحك كما يماسحك الثعبان، ويقفز من أمامك كما يقفز القنفذ، فهم كالذباب لا يقع إلا حيث يكون العسل، لا يقعون إلا على الحلو اللذيذ. إن أقبلت الدنيا أقبلوا معها، وإن أدبرت أدبروا قبلها. على حد قول الآخر لصديقه: ما لي أراك وأنت كنت صديقي، ما لي أراك وأنت كنت صديقي، باعدتني زمنا بكل عقوقي. قد كنت من أعددته لنوائبي، كنت أدخرك لوقت الشدائد، قد كنت من أعددته لنوائبي، لو عضني ناب الزمان بضيقي، أوحي إليك أشتكي لك بأن وقتي عقني جار علي، فطفقت أنت تعين بالتصفيق. ما لي أراك وأنت كنت صديقي، باعدتني زمنا بكل عقوقي.
قد كنت من أعددته لنوائبي، لو عضني ناب الزمان بضيقي أوحي إليك بأن وقتي عقني، فطفقت أنت تعين بالتصفيق، ومتى تبينت الحقيقة أنني جللا حللت بمنصب مرموق، قد جئتني تسعى تهنئ بالمنى عجبا لأمرك في رضا وعقوقي. إن المحبة في الفؤاد مكانها تبدو حقائقها مع التضييق. من كان على خط مرضات الله يتعامل مع الناس صدقا ووفاء وسرا وعلنا بوجه واحد، ظاهره كباطنه، أما طلاب الدنيا فشيء آخر. ماذا ستصنع وأنت لا تميز وبعض الناس يقول ربما لا أميز؟ الناس نوعان، إنسان ظاهر الصلاح وآخر ظاهر الفساد، علينا بالظاهر والله يتولى الصغائر. اقترب من أهل الصلاح والتقوى وابتعد عن أهل الفحشاء والخمر والمخدرات والإدمان والميسر والموبقات والفساد والإفساد، فر منهم كما تفر من الأسد. هذا جانب. أما أنت فعليك أن تكون وفيا للجميع، افعل الخير في أهله وفي غير أهله، افعل الخير في أهله وفي غير أهله، فإن وافق أهله فهو أهله، وإن لم يوافق أهله فأنت أهله. يقولون من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، من يفعل الخير، المثل العام الذي يقول اعمل أو افعل الخير وألقيه في البحر، لا يقصد ضيعه وإنما انساه إذا فعلته لله. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، حتى إن ضاع عند الناس جميعا وتنكروا له أو تنكبوا عنه، فيكفيك أنه بينك وبين من شأننا جميعا معه، فليت الذي بيني وبينك عامر، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين يا باب، إذا صح منك الود، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، وإذا كنت مع الله، وإذا كنت مع الله بصدق كان الله معك، وإذا كنت مع الله حركاتك وسكناتك وتصرفاتك له وحده، إذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك فلا عليك بعد ذلك بمن عليك ومن معك. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، لا تنشغل إلا به، ما يفتح الله، ما يفتح الله
للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وإن وقفت الدنيا بأسرها في طريقك. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، الأمر منه وإليه وعنده وحده أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا ضاقت بك كل مخارج الدنيا وأيئست من أمر فألقه في رحاب من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم وفقنا لصحبة صالحة في الدنيا واجمعنا بهم في رحمتك يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من رفقة السوء وصحبة السوء وشياطين الإنس وشياطين الإنس والجن، وهيئ اللهم لنا من أمر رشدا. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا صاحب حاجة لك فيها رضا وله فيها صلاح إلا قضيتها ويسرت أمرها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك واسترنا بسترك في الدنيا والآخرة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.